وكمان بقى النجم الكبير اللي ان شاء الله باذن الله موجود يكون اكبر من كده مع فريق النادي الاهلي ويكون موافق ان شاء الله. اكرم، مبروك يا اكرم. هم دول لعيبه النادي الاهلي، قتال وجديه وحماس بشكل كبير، الهدف توقيته بيفرق معانا بشكل كبير. الحمد لله على المكسب النهارده، فوز مهم. حابب تقول النهارده اكرم على المباراه؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا بشكر اللعيبه وبشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء وعلى النتيجه. موتنا نفسنا كالعاده عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله المزيد من الاداء يبقى احسن من كده، وربنا يكرم يا رب في اللي جاي ان شاء الله. موسيماني جهز اللعيبه ازاي للمباراه دي؟ اللعيبه الصغيره يمكن بلعيبه السيراميكا عندها كوكب مميزه جدا، عندها مدير فني، عندهم رغبه وعندهم حماس، لكن انتوا نزلتوا كنتوا مركزين بشكل كبير، جيم مفتوح لكن الهدف فرق معانا بشكل كبير. الراجل حضر لكم نفسيا ازاي في الامر ده اكرم؟ طبعا كل واحد بيبقى حافظ دوره. بنتكلم مع بعض بشكل مستمر، اللي هو دايما طالما انت رحت انا في دارك، لو انا طلعت بره البوزيشن بتاعي مثلا حمدي راح انا مكان حمدي وهكذا يعني. حضرنا نفسيا ومعنويا وخططيا، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا ننفذ اللي بيقول عليه. كل مره بنتكلم على المنافسه القويه جدا في نص الملعب، يمكن عندنا لعيبه مميزه جدا، بيغيب السليه موجود اكرم، بيغيب ديانجا موجود اكرم، يمكن دي الميزه ودي المنافسه الشريفه، وروحكم كمان يا اكرم مع بعض هي دي اللي بتساعد النادي الاهلي. هو هدف وحيد هو النادي الاهلي ومكسب النادي الاهلي. طبعا يعني احنا اخوات قبل اي حاجه، نتمنى لبعض الخير في اي حاجه، اي واحد يلعب ربنا يكرمه. ما فيش حاجه ان مثلا ان انا عشان ما بلعبش مثلا يبقى اشيل من حد، لا بالعكس انا اشجعه عشان لما العب انا ابقى كويس انا كمان. فالحمد لله يعني اي واحد بينزل بيموت نفسه وبيعمل اللي مطلوب منه، ويا رب يا رب يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. ان ما بتفرقش مع النادي الاهلي مين معاه بقى في بطوله افريقيا في المجموعه، سيمبا، المريخ، فيتا كلاب، لكن خلاص بعد اختيار المجموعه، مجموعه مهمه ومجموعه صعبه، مش هينفع نقول عليها مجموعه سهله. مركزين ازاي في البطوله العشرة، الحلم اللي بيطالب بيه النادي الاهلي بعد البطوله التاسعه؟ طبعا يعني ده اكيد احنا نادي بطولات، ولازم كل ماتش نبقى احسن من اللي قبليه. بنركز في كل حاجه، مثلا الدوري بنركز في الدوري. مجموعه طبعا هتكون صعبه مش سهله. احنا بطل افريقيا، نموت نفسنا في البطوله، عندنا كاس عالم نموت نفسنا في كاس العالم، وكاس سوبر وسوبر افريقيا وسوبر محلي. تمام، فربنا يكرم ان شاء الله حبيبي. بنشكر اكيد كل كابتن الكبار، فوز مهم جدا اكيد على كابتن ايمن، فريق مميز جدا ومحترم فريق سيراميكا، لكن بالجديه الكبيره وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء اللي بتبان لاخر دقيقه بتحسم كل المباريات. اي فريق بيلعب النادي الاهلي بيلعب البطل، فبيطلع كل اللي عنده بلغه الكوره، لكن التركيز الكبير مع القياده الفنيه المميزه لبيتسو موسيماني المدير الفني النادي الاهلي تحسم مباريات كبيره وتحسم مباريات عديده ان شاء الله. يا رب القادم يكون افضل للنادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد.